اختراق الصفوف من عمق الميدان خامس الأسماء المنطلق في هذه اللحظات والمتقدم الفائز سامي بن سعود بن مسيب العبيواني الحويطي من بدأ بالانطلاق في هذه اللحظات. هكذا متابعينا الكرام، هكذا متابعينا مستمعينا، نداؤنا الأول للمراكز الخمس المتقدمة والمنطلقة في هذا الشوط وفي هذا المساء، العودة بعد ذلك إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى المركز الأول. من يسيطر هنا؟ شعار العصيمي مع المقدمة، يتقدم مع المركز الأول. عبد الله بن سرحان بن عبد الرحمن العصيمي العتيبي من يقدم لنا انطلاقة مكافح على الصدارة الأولى وعلى المقدمة، ينطلق مع المركز الأول. بينما المركز الثاني، هنا التسلل من الجانب الآخر، هنا الانطلاق من شعار العبيواني. من بدأ يتقدم، من بدأ يتسلل في هذه اللحظات مع المركز الأول؟ سامي بن سعود بن مسيب العبيواني الحويطي من يقدم لنا انطلاقة الفائز، الباحث عن الفوز والباحث عن الانتصار مع أول التحديات. بينما المركز الثالث المنطلق والمعلن عن التحدي، هنا مزعج، من يتقدم مع ثالث المراكز؟ دخيل بن مبارك بن فراج العصيمي العتيبي من يقدم لنا شعاره ويقدم مزعج مع المركز الثالث. ينطلق المركز الرابع، هنا الوصول والانطلاق، هنا التحدي من هذه الأسماء ومن هذه الشعارات التي بدأت بالاقتراب. نعم متابعينا الكرام، المركز الرابع وصل في هذه اللحظات وانضم مع رابع التحديات. تخيل بن مبارك بن فراج العصيمي العتيبي من يدفع لنا باسمين في هذا الشوط ويقدم لنا هنا المرعب مع المركز الرابع. خامس التحديات وخامس الأسماء المنطلقة متابعينا الكرام، وصل جلاد وتقدم فيصل بن بادي البقمي مع المركز الخامس. هكذا متابعينا الكرام، هكذا متابعينا الأعزاء، نداؤنا الثاني للمراكز المتقدمة الخمس الباحثة عن الفوز، الباحثة عن الانتصار. نعود بعد ذلك إلى المركز الأول، نعود إلى الصدارة، إلى الفائز. من يسيطر على مقدمة الشوط بشعار سامي بن سعود بن مسيب العبي واني الحويطي؟ من يتقدم هذه الأسماء ومن ينطلق مع هذه الشعارات في شوط السودانيات؟ ينطلق العبيواني مع المركز الأول، يتقدم مع انطلاقة الفائز على التحدي الأول. بينما المركز الثاني وصل في هذه اللحظات عبد الله بن سرحان العصيمي العتيبي من بدا ينطلق ويقدم لنا مكافح ويتقدم مع المركز الثاني. ينطلق في هذا التحدي، في هذه المنافسة ما بين هذه الشعارات وما بين هذه الأسماء، وصل إدريس بن آدم بن حسن بن حسين. انظروا إلى هذا الكم وإلى هذا التجمع من هذه الشعارات ومن هذه الأسماء. أعود
أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول، إلى شعار العفيواني، من يتقدم الباحث عن تحقيق الأماني. ينطلق سامي بن سعود بن مسيف العفيواني الأحويطي، ولكن من تقدم في هذه اللحظات وصل الحربي ليقدم لنا الجذاب إبراهيم الحربي، من تقدم وانطلق مع الجذاب على المركز الثاني، بدأ بجذب الأنظار، بدأ بجذب المتابعين وبعدسات الكاميرا يتقدم الحربي، ولكن المركز الثالث في هذه اللحظات وصل متابعينا الكرام. هنا الفائز بانطلاقة فيصل بن خالد بن سعود بن حثلين، من يقدم لنا الفائز وينطلق أيضا القادم في هذه اللحظات والمنطلق. متابعينا الكرام، من تقدم في هذه الأثناء؟ جاد الله بن خليفة بن محمد بن سالم، من يقدم لنا انطلاقة رعد على المركز الرابع، بينما المركز الخامس الانطلاق والتواجد من شعار محمد بن الويفي بن لافي. ولكن أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الصدارة، إلى العفيواني منذ بداية الشوط وهو مسيطر على زمام الأمور، متحكم بهذا الشوط حتى هذه اللحظات. ينطلق سامي بن سعود بن مسيب العفيواني الحويطي ليقدم لنا انطلاقة الفائز مع المركز الأول، ولكن يا العبيواني وصل بن حثلين وتقدم فيصل بن حثلين مع المركز الثاني ليقدم لنا أيضا انطلاقة الفائز مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث متابعين الكرام، هنا شعار جاد الله بن خليفة بن محمد بن سالم مع انطلاقة رعد، ارعدهم يا رعد. المركز الرابع، من القادم مع رابع التحديات؟ هنا متابعين الكرام رابع المراكز الوصول والانطلاق والتحدي مع شعار محمد بن الوافي بن لافي، من يقدم لنا وحيشان، ولكن العودة مع الكيلومتر الأخير، العودة إلى الحويطي، من يسيطر مع المركز الأول؟ سامي بن سعود بن مسيب العبيواني الحويطي، من يقدم لنا انطلاقة الفايز بدون أي أوامر؟ ينطلق مع المركز الأول مع التحدي الأول، ولكن بن حثلين يشكل الخطر مع المركز الثاني. هنا متابعينا الكرام فيصل بن حثلين، من يقدم لنا انطلاقة الفايز مع المركز الثاني، ثالث المراكز الانطلاق والتواجد. هنا متابعينا الكرام مع المركز الثاني رعد بشعار جاد الله بن خليفة بن محمد بن سالم، ولكن الحويطي مع الفوز والانتصار، ما شاء الله تبارك الرحمن، ذهب الفائز إلى الفوز، راح الفائز إلى الانتصار بعوايده وبإنجازاته. يتقدم سامي بن سعود بن سعود السعيد بهذا الفوز، السعيد بهذا الانتصار، سامي بن سعود بن مسيف العبيواني الحويطي، من قدم لنا الفائز مع شوط السودانيات وذهب بالفوز، ذهب بالانتصار، سامي بن سعود العبيواني الحويطي. تهانينا الأول بمبروك على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني متابعينا الكرام كان الوصول والانطلاق مع ثاني التحديات، كان الوصول متابعينا الكرام بشعار فيصل بن خالد بن سعود بن حثلين مع الفايز مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث و
وصل شعار دخيل الله. تخيل بن مبارك بن فراج العصيمي العتيبي مع المركز الثالث، المركز الرابع، المركز الرابع كان الوصول متابعينا الكرام مع شعار جاد الله بن خليفة بن محمد بن سالم. المركز الخامس كان الوصول مع خامس التحديات متابعينا الكرام، شعار نوح بن بندر الروقي العتيبي مع بشاش على خامس المراكز. تهانينا والف مبروك متابعينا الكرام لمالك الفايز سامي بن سعود بن مسيب العبيواني الحويطي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. قطع مسافة 7 كيلومترات في زمن بالغ. عشر دقيقة 29 ثانية و42 جزء من الثانية أو 48 جزء من الثانية توقيت الفائز. صاحب المركز الأول بينما المركز الثاني حل شعار المركز الثاني الفائز بشعار فيصل بن حثلين مع المركز الثاني. توقيت الزمن لحظة الوصول 11 دقيقة 38 ثانية و78 جزء من الثانية. تهانينا والف مبروك. المركز الثالث حل مع المركز الثالث وصل متابعينا الكرام مع المركز الثالث محارب بشعار تخيل بن مبارك بن فراج العصيمي العتيبي. توقيت الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية 11 دقيقة و40 ثانية و63 جزء من الثانية. تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين وحظا أوفر لمن لم يحالفوا الحظ في هذا المساء.